لا تبكي ست فتحية. خليني ابكي، خليني ابكي وفي شهري، اني حاسه حالي رح موت. لا بقى جيبي سيرة الموت على لسانك ابدا، بعيد الشر عنك. انا الظلم هو اللي رح يموتني. اخ من الظلم ومن الظالمين. وانا انظلمت كتير. بعرف انك مظلومة، حتى جوزك سعيد كمان كان مظلوم الله يرحمه. انت بتعرف القصة كلها؟ معلوم بعرفها، ولو ما كنت بعرفها ما كنت ساعدتك ابدا، لكن جبت لك اكل ولا مي ولا كنت حكيت معك ابدا. بس والله العظيم انا مظلومة. بعرف انك مظلومة ومتأكد من هذا الشيء. تفضلي اشربي مي. شو جيب لك اكل معي اليوم؟ ما لي نفس اكل، ما في داعي تعذب حالك. ما بيصير. طيب رح اجيب لك اكل على ذوقي انا، يلا بخاطرك. الحمد لله يا ربي، الحمد لله اللي بعثت لي حدا يحن علي. يا رب يا رب تطلع الحقيقه بسرعه. أخي أم محبوب، الغلط طلع من عمك، وأنا جاي استسمحك وإلا. لا تكمي، لا تكمي يا أبو سعيد، أنا بعرفك وبعرف عيلتك وأنتم ما دخلكم، بس حرمة المرحوم هي اللي عم تتبلاني. الله لا يوفقها، الله لا يوفقها بجاه لا إله إلا الله. ما بعرف ليش حاططني وقاعدة عم تتبلاني واتهامات، وأنا هذا الكلام كله مو صحيح. الله يسود وشك، الله يسود وشها، سودت وشنا معك. وشك ابيض ابو سعيد، وشك ابيض، وانا بعرفك منيح. والله انك ابن اصل يا ابو محجوب، والله ماني عارفان شو بدي اقول لك. بعرف انه هلا مو وقت نحكي بهيك امور، وانا كنت بدي فاتحك بهالسيره، بس موتة سعيد هي اللي وقفت كل شيء. خير خير ان شاء الله. شو في؟ انا خايف اجل الكلام لبعدين ويقوم يصير شيء واندم ليش ما قلت لك. شو الحق يجوب فيه؟ احكي معجوب احكي. صراحة يا ابو سعيد الوحدة صعبة، وانا حطيت خبر لحتى يدوروا لي على عروس، وانا حابب اني ناسبك. انا طالب ايد بنتك سلوى على سنة الله ورسوله، بقى شو قلت؟ فاجأتني يا أبو محجوب، فاجأتني. أنا بيحصل لي شرف، والله والله بيحصل لي شرف. أنا بقول إنك تسأل بنتك بالأول وبعدين بنحكي. إيه صار أخي أبو محجوب صار. أبو محجوب طلب مني يستشير للبنت وأخذ رأيها، ما شو رأيك يا بنتي؟ أبو سعيد ما بدها سؤال، سلوى موافقة، مو هيك يا مو؟ بلا بلا يا مو بلا. إن شاء الله ألف مبروك يا بنتي، ألف الحمد لله، ألف الحمد لله. الحمد لله، إيه هاي جوازة بتبيض الوش. أي والله. ومثل جوازة سعيد الله يرحمه. والله كنت استحي أقول إنه فتحية كنتي. الله يرحمه رحمة الله عليه. يعني هلا صار الواحد في يقول بتم المليان انه أب معجوب صهره مو هيك؟ معلوم لك. روحي يا بي روحي، روحي على الخبرية اعملي لنا فنجانين قهوة. حاضر حاضر يا بي أمرك. فرحانة وطايرة عقلها. إن شاء الله ما تب للعروس، ألف مبروك تابك على أبو محجوب تقبريني. الله يبارك فيكي يا مو. يا مو بدي وصيكي كم شغلة. أبو محجوب صحيح كبير بالعمر، بس الرجال ما بيعيبه عمره، الرجال ما بيعيبه غير جيبته، وأبو محجوب جيبته مليانة، فهمتي؟ بدك تديري بالك عليه، إذا بيقول لك اللبن أسود بتقولي له أسود ابن عمي، فهمتي؟ يا مو الرجال بيحب المرأة النغشة،
فهمتي ولا ما عم تفهمي علي؟ يا مو شو هالحكي هاد؟ بستحي انا ما بعرف مالي بهي الحركات. ما تستحي، شوي شوي بتتعودي عليه، بتاخدي وش عليه، بتصيري بتتعودي. يا مو تغندري، خليكي على طول نظيفة، ريحتك حلوة، فهمتي؟ الرجال إذا بعينه بتطلع لبرا إذا ما كنتي هيك، فهمتي علي ولا ما بتفهمي؟ لا أيوه، خلص لا تحكي لي همي يا مو، كل شي حكيتيه مثل حلق بإذني. إن شاء الله ما يكون اللي عم بفكر فيه مزبوط. ليش بشو عم تفكر؟ خايف ياخذوكي على سجن الحريم. ولي على قامتي؟ والله إذا أخذوكي لهنيكي لينعمل فيكي العمايل. مشان الله، مشان الله ساعدني. بوس إيدك لا تخليهم ياخذوني على حبس الحريم. لا تخافي، رح أضل جنبك وما رح أتركك أبدا. بس لأعرف شو بدهم يعملوا وبعدين أنا بتصرف وبساعدك. يا رب يا رب يا ربي لا تتركني لحالي. يروى بخاطرك. يا رب دخيلك يا رب. تعبت. ايه ابن عمي. ايه. على شو اتفقتوا انت ابو محجوب؟ والله اتفقنا يا بنت الحلال العرس يوم الخميس الجاي عالسكيتي. يا ابو سعيد ما منلحق نخلص اجهازها من هون للخميس. والله بعرف انك ما راح تلحقي، تشتري لها كل شيء جاهز وكل شيء بنفسها بتجيبي لها اياه. اي والله وانت قلتها، ومنه كمان انا بجيب لحالي كم وعاء بشوف حالي فيهم قدام نسوان الحاره. والله لا خليكي اميره على نسوان الحاره. الا كان انا ام سعيد. ام سعيد خانو. الله انت شو عم تعمل هون؟ كنت بدي اغطيكي ست فتحيه، حسيت انك بردانه. كتر خيرك. خير الله. بدي اقول لك شغله. قول. الليله عرس ابو محشوب. على مين؟ على سلوى بنت حماكي. يوه يخرب بيتك يا ابو محجوب، ويخرب بيت سلوى على جوازه. العمى حبيبي ابو محجوب. يا عمري تفضل تقبرني، قهوتك جاهزه. لك يا صباح الخير يا سلوة عمري، انت نورتي بيتي، نورتي بيتي. لك يا بنت اهلين سهلين، والله فرحت فيكي والله. تقبل قلبي الهي. ايه انت اللي نورت لي حياتي كلياتها. الله يرضى عليكي، الله يرضى عليكي. شراب تقبلني شراب، هي اطيب فنجان قهوه من ايدين سوسه قلبك. ايه افتتاحيه مباركه. الله ايشو ها ايشو ها، حاطه اصبعتك فيها عسل. ايه ها هي قهوه، هي قهوه. لك لي زمان ما شربت قهوه انا دخيله. عم فكر لاقي شي مصلحه هيك بشتغل فيها. شو رايك ابو محجوب صار سهراك وجوز بنتك، اطلب منه شوية مصاري تشتغل فيهم. شو الحكيم سعيد؟ مالي عين اطلب منه، ما صار له حصة متجوزة للبنت. ايه ما فيها شيء ابو سعيد، صار له 10 ايام متجوزها. 10 ايام؟ والله عم تحكي كانه صار له متجوزها شيء 5 سنين. ما بدي تقل عليه، الله يرضى عليكي. ما فيها شيء يا ابو سعيد، ابو محجوب مليان ذهب ومصاري، وشوية مصاري بيعطيك اياها ما راح تنقص من ماليته شيء. اشربي شاي، اشربي شاي. طيبين شاياتك اليوم؟ صح. بعدين من ايمتى عم يخطر لك هالخاطر هذا انه يطلب منه مصاري؟ ها؟ والله مالك قليله يا ام سعيد. كانك قاعده بقلبي. سهرنا ابن عمي.
شو هلا؟ بصراحة قلبت القصة براسي 100 مرة وما زبطت معي. إنه تنحل مشكلتك إلا بشغلة واحدة. شو هي؟ إنك تتصالحي مع أبو محجوب. فشل بعينتين وبتنتين، أنا صالحه وأحكي معه؟ ما فشل إني أحكي معه كلمة واحدة؟ بس اسمعيني شوي طولي بالك. ما بدي، مستحيل مستحيل أحكي معه حرف. يا ست فتحية، نحن بدنا نصالحه ليش؟ بس مشان نتنازل عن الشكوى، وبعدين بس صرتي برا، هو بحاله وأنت بحالك. بس أبو محجوبة اللي عمله أبداً ماله قليل، عمل فيني شغلات وشغلات. والله بعرف هذا الشيء، بس هذا كلياته أهون من إنك تتحولي لسجن الحريم. شو قلتي؟ بس بجوز ما يقبل. لا تاكلي هم أنت، أنا رح أحاول أحكي معه. وفي حال لقيت حل تاني لك مننسى لأبو محجوب كلياته على بعضه. مع أني بشك إنه ممكن يوافق. نحن رح نعمل يلي علينا، والباقي على الله.